عايزة أقول لكم على كلمتين فيهم تحيز جامد للستات، بس اللي شايل البيت على كتافه ست، اللي بيصبر ويعدي ويتحمل ويقول مش مهم ست، اللي ممكن تضيع حقها وتضيع أي حاجة هي عايزاها عشان خاطر ولادها وجوزها وبيتها ست، ممكن تيجي على كرامتها وعلى إحساسها، ممكن تيجي على شبابها وعمرها في سبيل ان هم يروحوا على عيالها وبيتها وجوزها ست، اللي ممكن تفضل تحاول تقول انا همسك في البيت، انا مش هسيب البيت، انا ممكن يحصل فيا اللي يحصل بس بيتي ما يتمسش ست، حتى لو كان في نماذج وحشة او نماذج ستات ما بتعرفش تقدر البيت ولا تقدر العيشة ولا تقدر الراجل اللي معاها ولا نعمة الأولاد اللي في إيديها، لكن السائد والطبيعي اللي تربينا عليه ولقينا أمهاتنا عليه بيعملوا اللي أنا قلت عليه ده. الراجل بيصرف ويتابع ويحمي ونحتاج له في أوقات كتير، كل الأوقات إحنا بنحتاج له بعد الله سبحانه وتعالى، لكن نادرا لما تلاقي راجل بيعدي، نادراً لما تلاقي راجل بيقول أصلا أنا هستحمل عشان عيالي، نادراً لما تلاقي راجل ممكن يفضل يضحي بحاجات طبيعية جداً زي أنه يشتري لنفسه توكة شعر، يشتري لنفسه قلم روج مثلاً. أنا رجالة ما بحطش روج بس أنا بدي المثال على الست. الرجالة عملية قوي والستات مضحية قوي، ده مش عيب في الرجالة ولا عيب في الستات، هو ربنا خلقنا كده. لكن حاولي توازني الكفة، حاولي لما تضحي تضحي بالحاجات اللي لو راحت منك ممكن تعرفي تعوضيها في وقت تاني. في حاجات ما ينفعش تتعوض ابدا لو العمر عد عليها وفات، الكلمة الحلوة والطبطبة ووقت الضيق اللي بتبقي محتاجة فيه حد يشيل من عليكي، عمرك ما هتنسي وقت الخذلان ابدا. ضحي زي ما انت عايزة، عدي زي ما انت عايزة، سيبي حقك زي ما انت عايزة، لكن اوعي تنامي في يوم وانت حاسة انك مقهورة ومكبوتة وحد ظلمك وجاي عليكي من غير حتى ما تحسسي ان انت زعلانة. ابسط حقوقك انك تحسسي انك زعلانة، قدر ما قدرش هو واصله، لكن هتخلي الموضوع عادي وتخلي الطبيعي بتاعك ان يبقى زعلك طبيعي، ده اللي مش